يقول في قريتنا مسجدان، وكان الناس يصلون في المسجد الجامع وتركوا هذا المسجد الصغير لا يصلي فيه أحد، فأردت أن أحيي هذا المسجد بإقامة الصلاة والأذان فيه، فبدأنا فيه نصلي ولله الحمد. ولكن بعد حوالي شهرين قال لي إمام مسجد الجامع إنك فرقت الجماعة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. فضيلة الشيخ، هل هذا الحديث ينطبق علي أم أنني مأجور وقد اجتهدت في إحياء ذلكم المسجد؟ جزاكم الله خيرا. المطلوب الاجتماع، وكون المسلمين جماعة واحدة وفي مسجد واحد، وإنما يجوز تعدد المساجد إذا دعت إلى ذلك حاجة، بأن تتباعد الحارات ويكون على بعض أهل الحارات مشقة من ذهابهم للمسجد البعيد، فلا بأس أن يكونوا لهم مسجدا صلون فيه قريبا من بيوتهم. أما إذا كانت الحارات متقاربة أو كانت الحارة واحدة فإنهم يجب أن يصلوا في مسجد واحد ولا يتفرقوا. فإذا كان هذا المسجد الذي ذكرت قريبا من المسجد الذي يصلي فيه عموم الناس واستغني عن هذا المسجد، فإنه يجب عليك أن تصلي مع الناس المسجد الذي فيه الإمام المذكور، وهذا المسجد قد استغني عنه، فينظر في شأنه من قبل المحكمة الشرعية، إما ببيعه وصرف ثمنه في مسجد آخر أو غير ذلك من النظر الشرعي. نعم.